وينضم معنا مباشرة من كربلاء المقدسة جاسم الهمي. مرحبا بك جاسم، اليوم هو وقت الذروة في كربلاء، كيف هي الاستعدادات إذا كانت من قبل الداخلية والدفاع لتفويج الزائرين؟ مرحبا بكم. حقيقة الآن كل الجهود داخل محافظة كربلاء تنصب من أجل إرجاع الزائرين إلى محافظاتهم، حيث كافة الدوائر الخدمية والأمنية و أيضا العاملين بخطة النقل يعملون من أجل التفويج العكسي للزائرين الواصلين إلى محافظة كربلاء بطريقة سلسة جدا لم نشهدها بالسنوات السابقة، حيث هناك عجلات كبيرة وصغيرة أيضا مفرغة من قبل الجهات المعنية، سواء كان عن طريق البلديات أو القوات الأمنية أو الجيش العراقي، هناك عجلات تابعة لهم انضمت بأسطول النقل الذي شمل توجيهات رئيس الوزراء بإرجاع الزائرين إلى محافظاتهم بالسرعة الممكنة حتى يفسحوا المجال للوافدين إلى محافظة كربلاء لأداء مناسك هذه الزيارة. كما تشاهدين خلفي الآن أعداد كبيرة من الزائرين بهذا الوقت وارتفاع درجات الحرارة وهم يؤدون مناسك هذه الزيارة. يوم أمس واليوم وغدا هي ذروة هذه الزيارة، والأعداد ازدادت كثيرا عما هو عليه بالأيام السابقة. يعني حقيقة نشاهد الآن جهد عظيم من الكوادر المعنية ببلدية كربلاء والعتبات المقدسة والقوات الأمنية، وهم يعملون معا منسجمين من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة لكي لا يحصل هناك ما يعكر صفو الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء، وأن يتم زيارة أربعينية الإمام الحسين ويرجعوا إلى محافظاتهم. ينضم معي للحديث أكثر حول الجهد البلدي السيد حسن الشريفي مدير بلدية محافظة كربلاء. أستاذ حسن مرحبا بك، أطلعني باختصار خطتكم لهذه الزيارة، خصوصا وإحنا على مشارف انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وما يتم رفعه من النفايات داخل محافظة كربلاء والعجلات التي شاركت بهذه الخطة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة نحن في الأيام الأخيرة لقرب يوم الأربعين وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ملايين من الزوار وعشاق الإمام الحسين يتوافدون على كربلاء جنة الله في الأرض وقبلة أبي الأحرار. هؤلاء الزوار قدموا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية بالإضافة إلى زوار العراقيين. بلدية كربلاء من خلال تشغيل أكثر من 4000 مهندس نظافة يعملون في قطاعات البلدية التسعة بالإضافة إلى الورشة المركزية والآليات والبيئة، يعملون ليل نهار على مدار الساعة وبواقع ثلاثة وجبات عمل، لكل وجبة عمل 8 ساعات من أجل تغطية وإدامة عمل في مجال التنظيفات في بلدية كربلاء. كذلك هنالك الأسطول الآلي التابع إلى بلدية كربلاء البالغ أكثر من 430 آلية تخصصية تعمل في مجال التنظيفات، تم تعزيزها ورفدها من قبل بلديات المحافظات المجاورة من خلال إرفاد بلدية كربلاء بأكثر من 91 كابسة بالإضافة إلى 58 قلاب من أجل تسهيل مهمة عمل مهندسي النظافة. كذلك هنالك معمل أكياس النفايات التابع إلى مديرية بلدية كربلاء الذي أنتج لغاية الآن ما تم توزيعه على الهيئات والمواكب الحسينية أكثر من 7 طن من أكياس النفايات، وكذلك تم توزيع أكثر من 1300 حاوية مختلفة الحجوم على الهيئات والمواكب الحسينية. ومن الجدير بالذكر ومرآة لعمل البلدي و حجم الجهد الذي يبذله مهندسي النظافة في بلدية كربلاء، لغاية 24 ساعة الماضية هنالك أكثر من 13100 طن من النفايات تم جمعها، ليكون مجموع النفايات التراكمي الذي جمع لغاية الآن منذ انطلاق الخطة الخدمية لزيارة الأربعينية أكثر من 89000 طن. حقيقة هذه الأرقام هي أرقام تعكس الجهد المبذول من قبل بلدية كربلاء في تقديم الخدمات للمواطنين ورفع النفايات، ونحن نكون كل الاحترام لمهندسي النظافة، ما نطلق عليهم مهندسي النظافة هم عمال بلدية كربلاء، ما يبذلون من جهود متميزة وعلى مدار الساعة لا يوجد دافع لهم سوى حبهم لمدينتهم ولبلدهم والإمام الحسين عليه السلام. كذلك هنالك الإشراف الميداني المباشر من قبل السيد المحافظ من خلال جولات ميدانية مستمرة على مدار الساعة مع مهندسي النظافة ومعنا في مختلف قواطع البلدية، محاور المدينة ومركز المدينة القديم والأحياء، كلها تدفع دافع معنوي وحافز قوي لمهندسي النظافة من أجل الاستمرار بالعمل ورفع النفايات وعدم
تكدسها داخل المدينة. نعم، شكرا أستاذ حسن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم، هذه كانت معلومات من مدير بلدية كربلاء حول وضع بلدية المحافظة أثناء رفع هذه الأعداد الكبيرة من النفايات. نتكلم عن 89,000 يعني طن من النفايات. جاسم، 89,000 طن بالفعل جداً. نعم، هي 89,000 طن من النفايات تم خلال هذه الأيام، لكن 4,000 مهندس للتنظيف، هل يكفي للأعداد الهائلة التي دخلت 4 ملايين يعني زائر أجنبي فقط؟ نعم. نعم، حقيقة هذا الموضوع قد لم يسع الوقت لسؤال سيد مدير بلدية كربلاء. نعم، ولكن نحن على دراية بهذه التفاصيل، كون العاملين فقط ببلدية كربلاء بصفة رسمية هم هذه الأرقام التي ذكرها سيد مدير بلدية كربلاء. أما المتطوعين في هذه البلدية فهناك أكثر من 2000 متطوع انضم مع بلدية كربلاء يعني المساعدة معهم ورفع هذه النفايات عن مركز المدينة. إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 11,000 متطوع انضم لكلا العتبتين المقدستين من كافة المحافظات العراقية للمساندة والدعم بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك باقي الجهود الإدارية داخل محافظة كربلاء جميعها انضم مع الجهد البلدي للتوجيه أو الإشراف أو الرفع رفع النفايات عن محافظة كربلاء. فبالتالي هناك أرقام كبيرة جدا من العاملين بصفة رسمية والمتطوعين مع بلدية كربلاء حتى يتسنى لهم السيطرة على هذه الأعداد الكبيرة الوافدة إلى محافظة كربلاء. نعم، جاسم الهمي من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لك.